لم تكد تجف دماء شهداء غزة حتى وقف قاتلهم متباكيا على أعتاب باريس على من قتل من صحفي شارلي إبدو، بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو عدم نيته التوجه للمشاركة لدواع أمنية، تجاهل المخاوف واصطف مع غيره من الرؤساء والزعماء، مستثمرا الحادثة لصالح بلاده التي طالما وصفها بأنها إحدى ضحايا الإرهاب. القناة الثانية الإسرائيلية كشفت النقابة عن طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بنيامين نتنياهو عدم الحضور إلى باريس للمشاركة في المسيرة، معللا ذلك بعدم رغبة باريس من أن تنصرف الأنظار بعيدا عن نقاش الوحدة الأوروبية التي تحققت ضد الإرهاب إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو أصر على الحضور وأن يتصدر صفوف المنددين بإرهاب مارسته دولته على الفلسطينيين لعقود. 17 صحفياً قتلوا في الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، لم تخلد ذكراهم بمظاهرات ضد إرهاب دولة قتلت من المدنيين أكثر من 2000 شخص في الحرب ذاتها. إدانات عدة خرجت يومها من منظمات حقوقية محلية ودولية أشارت بأصابع الاتهام إلى نتنياهو وحكومته باستهداف الصحفيين، إلا أن الأمر لم يتعدى الإدانات، فلا إجراءات اتخذت ولا تحقيقات فتم دماء شهداء غزة حتى وقف قاتلهم متباكيا على أعتاب باريس على من قتل من صحفي شارلي إبدو، بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو عدم نيته التوجه للمشاركة لدواع أمنية، تجاهل المخاوف واصطف مع غيره من الرؤساء والزعماء، مستثمرا الحادثة لصالح بلاده التي طالما وصفها بأنها إحدى ضحايا الإرهاب. القناة الثانية الإسرائيلية كشفت النقابة عن طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بنيامين نتنياهو عدم الحضور إلى باريس للمشاركة في المسيرة، معللا ذلك بعدم رغبة باريس من أن تنصرف الأنظار بعيدا عن نقاش الوحدة الأوروبية التي تحققت ضد الإرهاب إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو أصر على الحضور وأن يتصدر صفوف المنددين بإرهاب مارسته دولته على الفلسطينيين لعقود. 17 صحفياً قتلوا في الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، لم تخلد ذكراهم بمظاهرات ضد إرهاب دولة قتلت من المدنيين أكثر من 2000 شخص في الحرب ذاتها. إدانات عدة خرجت يومها من منظمات حقوقية محلية ودولية أشارت بأصابع الاتهام إلى نتنياهو وحكومته باستهداف الصحفيين، إلا أن الأمر لم يتعدى الإدانات، فلا إجراءات اتخذت ولا